ونتابع ردود أفعال الشارع الرياضي بعد فوز أسود الرافدين على نسور قاسيون. اليوم منتخبنا بشكل مغاير، لياقتهم جيدة، مستوى جيد قدموا لاعبينه، أداء أفضل من المباراة الأولى. يعني أكيد الشارع الرياضي وإحنا كمتابعين رياضيين سعيدين بمنتخبنا وباللي قدمه اليوم. يعني الأداء ما مختلف عن مباراة المنتخب العماني، يعني اليوم كانت المباراة على فترات، ممكن فترة سوريا ضد جلال حسن شفناها، لكن المدرب يعني هذا اللي قدر يعني يخلي الخطة الأسلوب اللعب، يعني ما يقدر يسوي شيء هو بعد. يعني احنا ذا نقول هسه المدرب يسأل راح يطلع عنا واحد ويقول ها المدرب ولعبتين وخمس ايام وما قدر يسوي، بس يعني كانت اكو تبديلات شويه يعني غريبه. والله هي النتيجه مقبوله يعني، بس اداء المنتخب العراقي يعني بعد اداء نفسه ما جاي يتغير، يعني ما جاي نشوف تطور بالمنتخب العراقي. ايران تعدت منتخبها لكاس العالم ومباريات قويه، تلعب مع الاوروغواي وغلبتها، احنا لعبنا بطوله رباعيه خسرنا ويا عمان، ومستوى اداء سوريا ومع العلم سوريا تقريبا اعلى من عندنا بالتمريرات، احنا لعبنا طويل نفس ما هو اللعب ما تغير. فوز معنوي، فوز يمكن نستفاد منه معنويا اكثر ما فنيا، على اعتبار انه هناك عدم رضا وتذمر من الجمهور العراقي. نتمنى من المسؤولين من اتحاد الكره ان يسمي مدربا عاجلا، يعني الوقت القصير القادم لملافات مباراه منتخب المكسيك اللي هي على الابواب، وان يستقر على كادر فني محترف يوفق في قادم المناسبات. الفائده اللي حققها الكاتر راضي شنيش اللي هي تكمن في ثلاث لاعبين كسبهم اللي هم ميرخاز دوسكي، هيران احمد، الاي فاضل، ليس لمستواهم الفني لان ايضا ظهروا بمستويات متباينه ومتفاوته، لكن الفائده تكمن انه اللاعبين الثلاثه راح يرافقون الكابتن راضي شنيشل بالاستحقاقات المقبله للمنتخب الاولمبي.